السلام عليكم، شو بخير؟ أنين؟ هذا أنا فيرسون ديال الدار. أش تعاودوا؟ كلشي بخير، كي داير الصحة على بسعيدكم. اليوم لسوء الحظ ما كاين فلوغ، عرفتي علاش؟ لأنه أنتم ما تشوف. شوف الجو كي داير برا. مكهرب، ماشي ديال الفلوغ أكس. يعني اليوم غادي تستوناو في الدار، تستوناو معايا واحد الشو، عرفتي شتير؟ غنديرو تايم لابس ياك، وغادي نسجل الهضرة أخرين، يعني غادي نبقى نديرها شوت وما تقدر تفرجو فيا كنصبغ هذا. فكرتوني كاع قلت لكم اش تنديرها، كنصبغ هذا. هو كنصبغ شتير، حيت دابا هذا قهوي، هذا كان عندي من الدار القديمة. كلشي هنايا بيض، لي فريم بيضين، كلشي بيض، الطبلة بيضاء، المهم كلشي بيض. تا هو بغيت نردو بيض باش يبقى داكشي متناسق. المهم كي قلت لكم غادي نخليكم معايا في الصباغة، واحد بعدا واحد القضية، هاد الصباغة هادي وما فيهاش الريحة، وبغيتي نشم فيها شي ريحة، شي نوع الريحة ديالها ما فيهاش الريحة، عجيبة صح. عرفتي هادي صبغة ونعس حداها، ما يوقع ليك والو. كاينين في المغرب، كاين هاد التخربيق هذا، ولكن ولا تيبان دابا منين بان مثلا، بانو دوك بحال شي بريكولاج، داك التخربيق بيكو مع داك التخربيق، منين بان هداك الشيء راه تتلقى لي بروبي، واخا ما تتلقاش كلشي. راه ملي كان مثلا تنكون انا في المغرب وتنحتاج شي حاجة تنمشي ليها نقلب عليها، ما تتلقاش، نقلب. وهنايا واحد القضية عاوتاني باش مزيانة، تتقلب تتمشي تتقلب، ما لقيتيش امازون فيه اللي بغيت، فيه كلشي فيه. يلا كي قلتلكم نقلبو على التايم لابس ونبقاو نهضرو شوية. هذا هو الفلوق تاع هاد السيمانة ان شاء الله، حيت راه ما خرجش ومشيت للبيبليوتيك ولكن ما سجلتش فيها، حيت عندي شي بارتي ديال الخدمة تنقاد فيهم، ولكن مازال غنديرو ان شاء الله شي فيديو على ديك البيبليوتيك، حيت البيبليوتيك هنايا راه حاجة أخرى، عاوتاني الشينية حاجة أخرى، كلشي فابور. المهم نكملو دابا بالتايم لابس. لا لا لا، تحت سميت، تحت ديك الصغيوره راسي فرات، شتي القشيره الفاسقه هاد قاعه لقم. نشوف واش نشوف التيق مزيان صافي، نتا هادوك نرجع نكمل. المهم اللاير الاول سالا، مشيو تا الغدا ونعاودو نتلاقاو، غادي نفيق الصباح ان شاء الله ونعاود نضرب ليه الكوش الثاني، غنوري لكم كي ولا. هانتوما تمشيت فيها نورمال بعيد، المهم مشيت معاه. باقي دابا باقي كي قلت لكم الكوش الاولى، هادي الكوش الثاني ان شاء الله ديك الساعه غادي يبان صافي. سيرو تتلاقاو عاوتاني غدا، وانتم شفتو كي تنكون بعدا، هادي هي الفيرسيون ديال الدار. متى خرج ديك الساعه تنمشطو شويه شعرنا ولبسو كاسكيطا ونحلو عينينا واحد شويه، الا بغيت تحلو ما مبقاو بغيت تحلو هاد اليامات. يلاه تهلاو في ريوسكم، طال الصباح عاوتاني السير على بركه الله. السلام عليكم. الله تنفيق. اول حاجه تندير الماء تحبنا هذا،
شنو هي قاعد الماكله عمر انت شوف شتي فيهم الجهه شنو هي الماكله هاي شرا الروينه وقعاني شنو كل الاخرين تاعهم نفطر انا ونفيق انا ونعاود نكملوا هذاك السباق الله شوف الجو كي داير شوف الجو كي داير فيك الله راه طيح الريح قاعد ها من البعد كي شفتو من البعد ما خداهاش كنقعد هاديك ولكن خصني نمشي حاجة أنا ملابس والو البرد يا صاحبي شتي شتي الريح نجمعوا هاد الروينة احنا جمعنا الروينة دابا نعاود لكم قصة هاد صاحبنا هذا هادو راه مازال هادو جابتهم ليا واحد السيدة هادي الله يعمرها هذا سميتها بام في عمرها 73 عام مسكينة بغات ترحل الولاد قالت لي نجيب لك دوك الطابلويات عزاز عليا هادو راه شراتو من ميلواكي كنشوفو كنتفكر ديك البيبان شي بيبان شي بارتيات في مراكش واخا هذا راه ماشي ديال مراكش هادشي راه بيبان لكم داكشي ديال دوك البوتيين وداك التخربيق ولكن المهم اي احنا جمعنا راه قنت صافي بقى لي هذاك نعاود ليه الكوش الثانيه واحنا سالينا راه وريتكم الشتا على برا كي دايره نوريكم واحد القضيه هذا القص ديال هذا القصه ديالو هذا سيدي سميتو اوسكار ياك ياكو تا اوسكار اوسكار المهم هذا كان عنده نتوا ديالو ومرضات وجابوا لي داك الدري اللي عقلتو عليه اللي كان معايا في ديك البريد باراد فاش كانوا دازو هادوك حدا الدار هنا وداكشي داك الدري جابوا لي قال لي عافاك راه معت مالها مريضه وداكشي وما بغاش يشوفهم زعما قال لك مرض داك الخرب فاش جابوا لي
هادي كنت ولقيت فيها البيضة واحلة. المهم حاولت مع التعيد ساعة مسكينة مات وبقى هذا دابا ومازال كاع ما قلت ليه بان راه النتوى ديالو مات. بقى هذا صاحبنا هذا السكر هذا ذاك انت هو صاحبنا سكر ولا سميت كوسكر اوسكار. المهم جاب لي صداع الراس صافي. هاد اللقطة هادي في التلفزة نوريها لكم عرفتي انا عيطت لكم كاع هي هاد اللقطة هادي في التلفزة زاز عليا راه الا تلقى الصوت بيتسمع بلاش يتلقى الصوت. كيبقى هكا ماشي يوتيوب ولكن هنا في الميريكان كاينين كاينه هنايا شفتو هنا سامسونج اذا عدتو سامسونج راه ما يرجع هنا فيها هادي فيها هادي فيها خربيق. انا كندير ديما هادي وكيديروا تيديروا مره هنا مره كيديروا ايسلاند مره كيديروا سويسرا مره كيديروا هما الصراحه ما عمرهم داروا المغرب نتمنى الله يدير شي نهار المغرب. ولكن تيبقى هكا وبعض المرات كيديروا داك الفاير بليس عرفتي الشوميني كيديروها تتعجبني نخليها داك الشي ما نحنش معنا القنت زعما نكملوا صفاختنا باش نساليو هاد الغلوب. هادي دوك شتي دابا صبغت البارح بيتهم في هاد اللعيبات فيه في الماء والمشكله دابا ما عندي فاش ما عندي باش نمسحهم غادي نشوف واش تقشيره ولا شي حاجه تقشر كاع ساليتو نشوف شي تقشيره ما عندهاش فرد والو هنا وحده هي وحده ما قطعها ما وقع عندها ما وقع عندها ما نديرو بها هذني هاد الدريكو هاد حمقني انا جد اللهم وردة اش عاودت ما قلت هذا الصاد ديال ماشي الصاد هذاك اللي سخون بزاف هما الشتاء على برا شوف فيا بعدا شوف فيا شوف فيا بطا 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 هادشي بطا كوام ها هو راه صبغتو ساليتو اليوم راه تالت واليوم خدام بالليل لقيتوني يلاه نقيت الحوت حتى هو نقيت ليهم الماء هادو وهادوك الاخرين قلت ليه دابا نمشيو نديرو ليهم الدواء باش نساليو هاد الفيديو يلاه خليكم معايا سماع داويت لي تانك بجوج وما صورتش حيت بدا تيمشي عليا الحال خصني نتكا واحد شويه قبل من 8. السلام عليكم شكرا بزاف على لي كومونتير وعلى لي سبسكرايبر الجداد تهلاو في ريوسكم وراكم عما قريب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باقيين هنا